نبي صلى الله عليه وسلم حديث كلي وحلو ويدي أي الناس خير تدك يا أخير بضن قال أنا ومن معي وحوق خير بضن بعد نبي صلى الله عليه وسلم أنا يعد إيوه لسا قال ثم من يا كسي حقه قال ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر كو الراد كهيا كسي حقه وحن شاء الله تعالى ينوقف سوبي دونتا محاضرة اللبادة وعنوان كيدو يهي حقيقة الأشاعرة وحن ينوقف لدونا إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الله حسين حاشي وكعان الشيخ مركا وحي عبد الله التوحيد سمركا وحوي الله أكسر يهي مركا بارك الله فيكم وخير مركا وحوي أنه كفى إذي سننه وإلهي سبحانه وتعالى أكتي سينو أجر كهلينه وأنا أرن كصابسا عقيدة ديني يمعتقد كأني يوحي عينه هما إسنين هي طريقي صح ذا مركا وحوي إنه كرنه أي مركا وحوي إنه كالمين إساء وحلو بأي مركا إن لود هما يشو وحوي الله ويليه وحلوغا هدليا وقتكن شوغا يعني أشاعره وعقيدة دودي مركا مانتا أي دين نقون إساء إلا بياميو marka daagta bulshada maanta inay marka dib u soo noolaadeen ama iictiqaadkoodi dadka qaar ay doonayaan marka inay ummadii uga dhigaan inay tahay dariiqii xaq ah sadarade bay muhiim tahay in la bayaamiyo oo ummada loo sheego marka waxa ay tahay ashaaciradu iyo halka ay ka taagantay marka waxa way dariiqii salafka marka inaynu ka faa'iideysanaa loo baahayay waliba dhalinyarada isticmaasho marka waxa way baraha bulshada oo kale in fara badan bay arkaan iyadoo marka waxa weeye dad badan ay marka ashaaciro bunbuninayaan marka waxa loo baahan yahay in aad cala cilmin wa yaqiin aad kaga sugan tahay ashaaciro maxay tahay horta waa su'aal laga yaabo in dad badan is weydiin karaan marka muhaadiradani caawa waxay ino iftiimin doontaa waa ino bayaamin doontaa ino cadeyn doontaa bal xaqiiqada ashaaciradu ay leedahay sheekhan ku soo dhaweynaya fal yatafaddal sheekhu مشكورا ومأجورا وجزاه الله عنا خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بأثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله تبارك وتعالى هبين كي نبرك سنة شمعاء وحا أين قادن دونا محاضرة لنوع إعلامي كصابصا كحكم ذا كوحا المسلمين كوحا سمركا ليهدو الأشاعرة aan marka hore kooxdani waxay u abtirsataa ninka kam sheekha ee la yiraahdo Abul Hasan Al-Ash'ari Al-Basri thumma Al-Baghdadi oo markaa dhintay 333 ama 430 waxa magaciisa loo jiray Cali ibn Ismaaciil ibn Ishaaq Al-Ash'ari laba boqol iyo lixdan kii buu dhashay wuxuu markaa u abtirsadaa saxaabiga jaliilka ee weyn ee loo yaqaan Abu Musa Al-Ash'ari ninka aynu ka taariikhaynay wuxuu noloshiisa in badan ku qaatay isagoo ah mu'tazila oo mu'tazili ah waxa weeye dabatan mu'taziladii dharaar cad oo fagaara ah oo manbar iyo masaajida oo migada basra uu ku sugan yahay ayuu markaa ka toobad keenay ka laabtay gabigeedii ma mar buusiyay xilligaasina waxay ahayd 300 markay hijrad u ahayd meelaha dabatan baqdaad buu galay wuxuu markaa shaaciyay oo uu faafiyay inuu abtirsan doono markii uu dambeeyay 300 hijrad ahayd inuu abtirsan doono
مذهبك مركا إمام أحمد المحنبل إيو مذهبك أهل السنة أن هضباء أبو الحسن صدح مرحلو مري لباو وينو شغنتي وريسي تي ودن بيسي تي لحنا مركا وينو صدور مري دونا وحينو شيغي دونا كريدنا أبو الحسن الأشعري هل كون معتزل إني ماذا نكك يعني مركا وري سوء أنه ذي قابك نيلو رجي أبو علي الجبائي ومدح مركا شيخي أوينا رأس المعتزل حلقا أها أيه هو يدي قرسدي استغو يرو أبي مركا وكرن صير دبتنا سنروا يرا دبتنا أفرتن سنضود أيو نينكا أو لنورا أو عقيدة دا يمذهب كا باطل كا مركا آمسنا أن شيخ سامي التيمي صاحبه الشيخ مركا إنه أفرتن سنضود يعلم بضانبا دبتنا مركا دموا إسكيكتكي مذهب كي مركي مذهب كي أو موقطي إن مذهب كان آن الصحنين أو حق دوني آنهين وكتب يوحو قبطي مذهب كلا بيده نينك لو يقان محمد بن السعيد لو يقان مركا عبد الله بن السعيد الكلاب نينك متكلم كأي بصر كأي أول كالاستفاد نينك أسو كبيري برلباتي ومرحلة دي اللبات دباتنا ومرحلة دي ميسي وحو كل نغضي مركا إن وكتب معتزلة دي ابن كثير بداية والنهاية وحليه مجرد كوبيت وناس وحدها بقول استديت تضبي استديتن وحلي إن الأشعرية كان معتزليا فتاب بالبصرة فوق المنبر ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم وحلي نكا أبو الحسن الأشعري معتزلي بها وكتوبت كان يسوق بصرة وسوان منبر كركيز يسوق وسوان ممركا كتوبت كان وحتى مردي بحيي ورساصة مرد أنه بحيي أيام مركان وطوب من كان اعتال كينا هذا بالك كم وقابن كم وقابسنا وح أسميه إن هو فضيحين كلاهين يحمن ياشو دين موجي طب بدن ما أنت مربع وح يتجيان كحبلايو يكو حبلايو يكو حبلايو ميرو كجتجي لجرن مايو ورو كبير لجرن مايو مربع وح وادي الكعصب مبرمايا مربع وح لدون يقف كمسلم كي مرك الدين كتاعي عقيدة مسيادو كتاعي إن وحق دون نقضه أنتوا إلهي بري وحقنا دون يضاعدنا يهي إلهي سبحانه وتعالى الله من ماي أن أبو الحسن الأشعري مركي ضمبي مذهب إمام أحمد بو أيوه مركا قاطي يا مذهب السلف بو قاطي ضبيتنا وحو اللي في كتب كلي أنكوي هراهي وحكم ذا كتاب كليوان الإبانة في أصول الديانة كتاب كاس أولي بين رياشة غارة إلى هذين وحو اللي في مدارات للحنابلة إيه مركا إنه خذ حنابلة مدار خذ حنابلة ذا بربهار يعني منكاس إنه استميني مدارة أو مركا هاد قبشو أو مركا نفسه أو بغي أو وحاسين مركا كذب كيلين قف كسو أو مركا صنّا حق يضويشة أما صنّا كباقة أما حق على الصريحة كباقة لابد واعبه يدريه يعينك حق ورباهين جنا هذه كلها البدع وكل إريان ضبط توحى الذي كتابك لو يقال نمرك أصول الإبانة في عن أصول الديانة كتبنا وحى الذي كتابك له ويسأل مقالات الإسلاميين لبعض كتابنا وحى كل تقريري جدوه هذا مذهب كي سلفك ومرك وإن بدن كل لحظي وحى مرك هوري سال كي كلابية وحودي كتابك مقالات الإسلاميين صفحات مجلد الكبار صفحات تحبقولي الله بعته وحى ليه هاي مركم مذهب كي سلفك التقريري والشاغي وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب حلية إذا ما كان صار شغلين صار حسني أو قول كودي كمد سلفك إيه أيام مركا أننا أرانينا أرمينينا وكتبينا مركا صار سمر كدنب كدنب حصي الشغلة شاعرده يجو وما يلعبن لبدي كتاب يكتب تي كلام مركا مركا كدنب والفي أن حق أبو حسن وما يلعبن حقين وما يلعبن سو أبو حسن ما مركا الله أبته وتبت كلي أيجو هل كي دحيح كهرينو كل أبيدي دحيح أيه إسكال فريستن إما كي لا مركا دمنا وحيلين ماذا كهل السنة نقص وناي يعني كاسوكا قضاء شاعرده وكل شيء إنه أبو حسن معتزليها أو يسبدري هل كو كدم بيه لكن أو إنه ماذا بقسلف كراعي ويا اللي قدوني تا كذا برا عانا كذا بتكان هذي حقدو يهين تي وما عضيع قرض الناس عرضوا يجوا حوي وبرزق بين السلف والجهمية
ومركا تيادو دحية سلفيين تيا مركا جهمية ده وأيوه قلنا جهمية ده وحيك قاتين أصول عقل لجمركا لغو إن لغو مركا لو دريشل أيوه أيوم ملايين ونعكسن تهي يضع مركا بابا عن فائدة لهي ماذا بقى السلف كانوا حيك قاتين هذا الله مركا صحيح ساسي لبدي مركا اسكو خلدين ساسي لبدي اسكو خلدين أن أنت هنا نضرب أشاعرة ده قلين وحين الشيء دونا صدح مسألة أوقف كسو أورر كتيرة أما كوح كم ده مهمة ولا دونا يو قف كسو حزب يا أورر كم كتيرة إنه صدح ده كقاطه مركا عبرة ومركا صدح ده إن شاء الله تعالى وفهمه قدب ككوبد حوي أهل الحق فرقة واحدة دتك حق وإهلك دتك حق يا كتابك إلهي يا سنة رسولك يا ودا الصحابة دتك كسوني وهل كوح ما كوح حبضا وكوح غرة دتكنا واركتان كحلو أبدين أهل الحق نوامحي وهل كوح وهل أرور ومد غرة تاسبا رسولك يا زمانك كوح تاسبا حقيك للحلسي نبي عليه الصلاة والسلام حولي لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك إمام البخاري صحيح وصاري يعني حديث كحولة المام إياه إناني كسولين وكبحين كوحي كوحي بالي طوائف لبنان كوحبضا كوحي بالي الشيء قرى أن كوح داسو مد نبي محمد كمذا كوح داسو مركا حق كوك عنص الرئيسة kooxdaasoo marka aanu dhibeyno waxba yeelin qofka marka hoojiya ee u hiilin waaya ee u gargaar waaya ee barbarkooda ka baxa saasay kooxdaasi haneysa ila ilaahi subhanahu wa ta'ala amarkiisu ka imaray hadiis galu wuxuu tilmaamaya 37kii qoro inadu u sheegay koox qudi inay ahaanayso firqa naaji sidoo kale kooxdaasi culimadu waxay sheegeen إني أهل الحديثهم ومن يعتقد معتقدهم أهل الحديث محدثين تي يضطك المركة كلا كرة عصن قوة عمل بدون مذهب كي سلف كوافق صن أو شعل أو قل باجته أن حديث قاسي مركة وحينو شيء إن هل كوح أو قري أي حق تهيسة أي تهي أو كوح فربضا آنهين marka dadka kooxad badan ku jiro ogow ma taasa ama haqi sariixa ah oo waxa kale oo dhanba baadila ama wayn la sbaara macna aan sidoo kale ilaahay wuxuu wey wa an hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili ilaahay wuxuu noo cadeeyay inuu yahay inay tahay taasi wadadiisi iyo jirkiisi iyo jidkiisi qumanayd ee toosnay ee halowdaahay wuxuu ina amray taa qura in la raaco oo aan la raacin wadooyinka khilaafsan ee faraha badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dariiqiisa oo hadii la raaco wadada ilaahay ee xaq ah ay dadan ka xayso marka aayaduna waxay sheegaysaa sabiil waahid ma haddatu subul maaha nabiyuna alayhi salaam xadiiska markuu sharaxay xadiiska markuu waada aad markuu xayid ku sharaxay wadooyin badan oo dhee oo hareeraha ah ayuu markaa tilmaamay wadada xaqaana dhexda inay tahay oo ay toosan tahay taayn la raac tahay ayuu nabi kaleey salaatu wasalaam bayamay sidoo kale xadiis kale nabi kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri sataftariqu ummati ala 73 firqa wuxuu ummadaydani wa ummatu muhammad waxay u kala baxaysaa wa ummatu ijaaba waxay u kala baxaysaa 37 urur kooxood horimood waxa uu sheegay dhamaanto tafarruqa sababtiisa inay ciqaabi haleelayso oo ku cadaan mudanayaan mooyaane hal koox tafarruq waa dambi in tafarruq la yimaada waa dambi waa macsiye weey waa mukhaalafa sharci weey marka tafarruqaas lagu ciqaab mudanaya marka wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hal koox mooyaane dhamaanto inay marka ay cadaab ku mudanayaan waxa markuu tii sheegayna wuxuu yiri ma ana alayhi wa ashabi yaani waxa weeye ka anigu aan ku suganahay maanta
iyo markaa saxaabadeedu wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey firqada badbaadaysa kooxda badbaadaysa aakhiro ee 13 kooxood marka la eego inay tahay taraacada manhajkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wadadii saxaabada radwaallaahi calayhim ee ku dhagta amarkii horeeyey qadiimkahay ee nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu ku sugnaayeen oo umuurta diinta ka mid ah iyo caqiidadii waxa weeye dad baan iyadana loo sheegayaa dadku marka cadow eryanayo soo meelo ma galaan dhufayse kama galaan oo meelo kagama gabadaan shubahaadka iyo fitanka iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo bidaca waxaa laga gabanayaa oo laga dhufays looga dhigan karaa oo gabood laga dhigan karaa kitaabka ilaahay iyo sunno rasuulka iyo saxaabada ninka kuwa gabood ka dhigan waaya shubahaadka iyo fitanka iyo mixanka iyo shirkiga iyo bidaca unbaa la kala cararaya marka waxa weeye alictisaam bilkitaab waasunna wacalaa ariiqati salaf asaalix waa ka keliya ee gaashaanka iyo gaboodka iyo dhufayska kaaga noqonaya shubahaadka iyo markaa bidaca iyo khuraafaadka iyo waxaasuna kaa finaanaya kaa haddaad saddexda haddaad la iman weydo waxaasubaa ku haysanay ugu bal nin walo waa iseeg ma saddexda haddaad haysato insha allah dhufaysdaa gabad ku jirta kaas waa mid arrinka labaad waxa weeye man araada annajaah فعليه أن يتمسك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح أرنت الله بأنه حوي قفكي دوني إنو بدبادا وآخره إن شاء الله تعالى أبدبادا وحل قربا إنو قبصده وقو سنبيتك كل لغمرك كتاب إلهي يصل نظر رسولك صلى الله عليه وسلم أو كل نغمه أو كل عمل فره أو مركا آمنه أو أيه قاميس النغضان أو قامنية إلى جنات النعيم qofka markaa badbaadaan doonaynin de isagaa garanaya laakiin ruuxii badbaado doonaya waxaa laga rabaa waxaa la an yatamassaka kitaab allah wa sunnata rasuulihi sallallahu alayhi wasallam wa manhaj salaf saalix ninkii aakhira doonaya inuu badbaado saddexdaasaa lagaa rabaa inaad ku tibato ku toosnaato ka laalaado aan lagaa furfuri karin arrinka saddexaadna waxa weeye dad badani ama dadku waxay doonayaan caqiidada saxan ee saliimka ah inay waafiqaan oo ay qaataan bay doonayaan haddaba ictiqaadka saxiixii ee saxani ee kitaabka ee sunnaha laga dhuuxay ee nebigu la yimi ee ilaahay ugu adoonsaday waa mid qadiim oo horreeyey oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam xilligiisii iyo xilligii saxaabada ahaa wax cusub oo marba la odhanayo waxba lagu soo daray waxba lagu soo kordhiyey bari sheekh ibna taasuu yimi sheekh ibna kanuu yimi maaha waa ictiqaadka saxiixii waa ictiqaad qadiim oo horreeyey weeye oo xilligii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam iyo waqtigii saxaabada ahaa marka dadka oo dhan waxa markaa lagu kala saarayaa oo dadka oo dhan loogu ay ku xukuntamayaan kaa oo ah ictiqaadkii qadiimka ahaa النبي محمد يصحابه دي سرد والله عليهم حلقي سي أي آمن سنائي قفك كا كسواني اعتقاد كي صحيحة بودي كسوي قفك كا خلافة كو دون بها أهادو الدنيا ذكر كيدا كتشوك كو دون بها أهادو قول كيسة يا معتقد كل أي مسودري إذا أركا صار قول فرايا حب الله أبي المي كو دون بها أهادو أن وحاوي مركا إن الاعتقاد كصحيح هو اعتقاد قديمة وحلقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة وحا كدوان وطا خلافصا ضدك مركا ان اهل البدعة اعتقادات كودو اي بدعيه كواسي ميدك السابع ميدو ابتر سدو ليهي او كدم يبري الدنباء ميد ميل على اللتاقي او مقع مركا او ضي مركا ميد ميل الدنبو يسوق ليو دحي كا قديم كا يسوق ملا مصعوب كوا دحو يسوق مركا ميلو دحو هايستايسو saas oo kale waxaad arkaysaa mid waliba raiiskiisu haduu doono iska daba socdaa sida markaa jahm oo kale jahm ibnu safwaan oo kale ama waas ibnu cataan oo kale ama xurquus ibnu zuhayr oo kale ama alashcari oo kale ninkaynu ka hadlayno ama kullaabi oo kale cabdillahi ibnu saciid alkullaab ibnu karaam oo kale iyo keyrkood ibnu qudaamat almaqdisi wuxuu yidhi wa kullu mutasammin bigayri alislaami wa sunna waa lumcada ayuu ku leeyay lumcada ayuu leeyay
وحلي وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدعون وحولي كوك الصو مركا نفتي سكما جعابة ومعنى سؤال هي شيء عن إسلام كسنة ضعيف مرق رأنا ما هي مسلم بنا هي أما السنة بنا هي أما السنة هاي ما قاعد يقول شيء كوي حبلا يعني أشعري بنا صاصوكه أشاعر ذي بانوا ماذا بكوا حوي ماذا بكوا ماذا أشاعر بولي ما إسلام باقي يوري أرجع إسلام يوري ماي سنة يوري ماي وحلي هي ومبتدعون دبا تم قعيو تريو وحوري كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية انت عصو الشيء وانت حلي يسجوتي وحو كطبا كاني ونظائرهم يكوا كوا شبها ومركا وقتين ينكون هدي تشوغا اي نظائر تيرسو قريب فهذه تعصي فرق الضلال والطوائف البدع اعاذنا الله منها وحو شايكوا سينيين كوحو مركا باديا او مركا لونسون الى هنا هو كم انقل شركون مركا وحوي قف كساسا لؤيق يادو مقعو ستي كاركي سوال عرقية ان قولوا الشاعر هذا عدينو بحنو لمن كان الشاعر هذا اللي هذا عقيدة ده عقيدة السلفك وحيابا بضم بيكو خلافسي قار كم دينو عاوه هذا بشي قلتونا وحكم ذا إن أي سويان إلهي مقعيو إيو تلمامها إلهي قار كم ذا يسويان تلمامها يسويان وتضبع مستيد تضبع يوبد يستيد نغروي لهذا تلمامها أنا ما لها القرآن كانوا كربحنا سهل السنة ما لها السنة رسول كانوا كقادم سهل السنة إيوحي ليين عقلي قاسانو كقران أنك عقلي قيقا مركا نقريتشني إيطوتشني أيانو كهلي تضبطان تضبط سنة وح إلهي شبه يمشابه مدول من غري كم تشتري لي تضبطنا السجيان وح كي كسجان أيوم بكو يديدا كسجان أمرك وح يا هاي وح تفرقة أو يكون كل دويين ما هي أو كونا السجان يكون يديدا أي كون كل تكسين تضبطنا وحكم حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر كواسا كمدة تضبط عصفو أي مركا سوان تضبط أنا عقلي أنا ممكن أوصل شيء هذانا تضبط أمركو إنك على السنو إلى لك وحي أمسيين أشاعرضو إنه إلى هاي سبحانه وتعالى هاي وحي صورة وفرح يا الله إني مكوا ما شاء الله وحي سوى يا مبي لهي علمي له سوى يعني مركا هذبا تاسوا وحوي مركا مجملك سجود بيساوي شيء يعني هذا مركا تفسير على السنو ما هدو كواد مولي سب صفاتكم معه إلى هو هذا لا بين ليهين هذا عمر كرنت لسليم هذا هذا كانوا قرينا إلى هاي كنا قانة إلى هاي سكان المامي إن اللي بيامي ما بعها بوم تكلم نمان كنوا نمان دي آد مركا إن مركا إسقريا كبرن تضبط مركا تضبط طريقة يقاب كهل السنة والسجيان قابان هم بوسجيان وحنا يكون مجابان بالصفات العقلية وحنا إنكريان دمان صفة فعلية بعضية الصفات الفعلية ما بلغوا قربة قديم كودي حديث كودي كسوس على عضو دونه حوي يعني قبل يقول بني منك الصفات الفعلية مجيء استواء غضب فرح صفات الأفعال أردن إله يوم أقريب ويدع قواعد يكدوا لي لم يبرني صدي تا تغريني وحكروا ترى مركا يجو قرضاً مركّل تشوق باب الإيمان ومرجع مركّب باب الإيمان تشوق شاعرده مرجع الله قترنا يا وأيه لأنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان بل ويخرجون القول أيضاً إيمان كإنك أهل السنة وحوها قلبك شيء لقى مركّل رمي اعتقاد بالقلب يبوها قول باللسان يبوها عمل بالجوارح صدح داسا ليسكور انت رأكتين إيمان صدح دونو حياهاين جنسي كلية او مركا او مركا قفك مؤمن كيساء اوه الرميسين لكب كاكلين وديهن يقو هذا بعين كاماها يقو حليهين إيمان كو حوي قبي يسبو اعتقاد قلبي اما هو معرفة وحكلمها إيمان كو معرفة وقرش اما هو اعتقاد قلبي كو اقره اعمال ايو مركا أقوالي من ذا ما أقرأ وحيلين وأما القول والعمل فهما فضلة زائدة لا تأثير لوجودهما
ولا لعدمهما في زيادة الإيمان ونقص وحي ليهين قولك يا عمل كمية واسكالديرات وحرادة كمالها تريتان كودو يلان تودو إيمانك كبر عيسى يلناشيسة طوان حبك ترمي وحي رأيان إيمانك وحكو كردا أصل الإيمان إيمان بذاته مكره المتعلقات كردا وحكو إيمانك مركا حيابا للرومين أيو مركا من عصور ما يسو كردا إما كو إلى هاي بقول شيء مثل الأم شيء جاي إلا الرومي يا ملا بقول شيء لا بما آية الرومي سنت مت بقول بقول كوبيني كامد بإيمان بحكر وعين كاسو كرر بكلي لكن إيمانكو كو قولي عمل تراك ما كرر أصل كود واحد قبان إيمانكو منا كرر منا دينه أهل السنون واحد إجماع كويهين إن أعمال الجوارح إيمان كمدين إيمانكو إنه كرر ينور دينه آيات كنوا بديهم إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى يا آيات كأيامك أحاديث صارتي قرضا أشاعرضوا مركا باب القدر تشوغان وجبرية مركا كان وجبرية وحي آمسين أن العبد لا قدرة له ولا اختيار فيقول جمهورهم لا تأثير لقدرة العبد في الفعل والفعل واقع بقدرة الله لا بقدرة العبد إنه أصحاب الشكاني هذا وحي ليهين أدونك وحنو سبيني يسعودك كعة فريستك هذلك وحاسي أود روح ليه يحوق ليه كل عمايه أو كأهان مايه إلهي أود يسو كتريا أو كل عيا كتر يعلو كتريا أو كل عيا أو كأهانيا إلهي أود يسو كأهانيا بيلي مركا هو جبريل وحي أمسين أدونك وين الاختيار لهينه أعماسنا وقمنا يو ده إلهي سبحانه وتعالى قدر يسكوه ضاء استجى إلهي سبحانه وتعالى قصبيه طانا ده ظلم بقى كده عيو إنتوا أعمال قفوا سمايو شر هي خير بقى هذا وشركين لو جوع قابو مركو رال وبو خصبو ده إلهي كواك النزهي سبحانه وتعالى ظلم قال إلهي سبحانه وتعالى إن بضبوا آياتك يا دليل إسكن النزهي أن هل كان مركا عينو دافنو وحين الشيخ دونا بالأصوصة ساعر ذا وحكم ذا يضنا وحكم ذا قفك وحيلين ساعر ذا واجب ككوبادة سارا روحا وإنه إلهي سبحانه وتعالى قرتا وإلهي سبحانه وتعالى ومركا ودوينك إلهي اللغو قريو اللغو قنصنيو وحكم ذا وحكم ذا قفك فكرك عقل جيس وكفكريو ومر بركرقيو ومر بمركو عقلك توتشيو تبتنا أيو صوب حضو تشريتانك إلهي إنه خارق وتشريو مغا صبحي آيات لقى قادن مايو حيث لقى قادن مايو waxa laga qaadanaya jiritaanka ilaahay ya ilaahay subhana wa ta'ala garashadiisa an nadar bayda xalan fa akthar ash'ariyati ala wujub an nadar wan nadar inda kathiri minhum huwa an nadar fi al adilla al aqliya li ithbat wujud al khaliq waxa ilaahay nimankan asaaciradu allah subhana wa ta'ala waxa lagu ogaanaya lagu garanaya ilaahay subhana wa ta'ala إن مركا وقفكو فكر كيسة يعقل كيسة يمسكح كيسة كنت تدبره أو عرك السنو عبورا رولكن شمبرهن ساينتو يا قدبتنا ويصاب بحد النتيجة إلى هاي سبحانه وتعالى إنه يهي رب العالمين يا خالق يهي قرآن كان وحكوت الله أول واجب إفراد الله بالعبادة وهو قيدين أن نبيده مركا يمادان يؤمده دو يمادان ما يرين إنكم مأمورون بالطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوا ما يرين واروح الله إذن أمري إن هادسان قرصت إلهي سبحانه وتعالى أرض أو فيرية أو تدبرة أو مسكحدنا كالشغيسية أو كد أدلي عقلك عقلك مركعة كالشغيسية أو دبتنا إساوي وقاتانا وقالان إلهي سبحانه وتعالى قرشيسة ما يرين إلهي قلوبتي نابطة مكاكية مفطور مدكو مركا لغو عبري قاعدوين كوضا وحا كمدا ننكا الإيجي اللي هذا كتاب كيسا مواقف كاس بحضة لباب غوشاني أفرد وحلية هاي لنا في حدوث الأجسام الأجسام مسالك الأول هو المشهور الأجسام لا تخلو عن حوادث عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث يعني وحا أوليون هذا الكوذين مقصد كبوتي هذا وحكا استقعوا ولا حريره
inuu marba inuu soo diriyo ama wax ku soo diriyaan ama wax ku soo cusboonaadaan waxa weeye waa maxa weeye mid makhluuqa weeye oo la abuuray weeye markaasaa laajigeed iyagu waxay aaminsan yihiin in caalamkan aynu joognaa ay u deliishadeen inuu gobollo ka kooban yahay oo ajzaa iyo qaybo yahay oo qayb wax kastoo ajzaa iyo qaybo ka koobana ay xaadithiin makhluuqiin xataa ilaahay kelimada subxaana watacaala waxay ku sugeen bedeliil tamaano marka waxa uu yidhi alimaam abu mudafar asamacaani kitaabkiisa lintisaar liasxaab alxadiid wuxuu yihi wainamaa ankarnaa ariiqata ahli lkalaam fima asasuu fainahum qaaluu awalu maa yajibu cala linsaani annadaru lmuaddi ila macrifati lbaari caza wajal wahada qawlu mukhtarac lam yasbiqhum ilayhi axadu min asalafi waa'imatu ddiin wuxuu yidhi anagu waxaanu diidnay waddaday ahlulkalaamku mareen ahlulkalaamku waa falaasifada iyo nimankan yara iyo jaamiyadii muctasilada iyo oo markaa wuxuu leeyahay kay iyagu buddigeen ay bilaabeen oo ah inay yidhaahdeen waajibka ugu horreeya ruuxa saarani waa inuu fiiriyo oo uu caqligiisa la kaashado adduunyada iyo markaa waxyaabaha ku xeeran oo caqligiisa markaa markuu toojiyo ay uu gaadho garasho ilaahay uu garanayo subxaanahu wa tacaala kaasina waa qowl ay soo diriyeen iyagu buu yidhi oo aan cid igu hormarin oo cid salafkii aanay la iman oo a'imadii aan laga soo markaa laga keenin masalada kale iyaduna waxa weeye taqdiimu alcaqli cala annaqli taqdiiman mutlaqan halkana waxyaabaha ay aaminsan waxaa ka mid ah caqligan oo maskaxda ragga ah in laga hormarinayo caqliga caqliga in laga hormarinayo aaminsan yihiin naska aayadda iyo xadiidka iyo ijmaaca aayad iyo xadiid iyo ijmaac iyo caqligaaga keebaa mudan caqligaa mudan bay leeyihiin qaacida shaydaani oo marka dambe aynu sheegi doonno ayay aaminsan yihiinoo taasaa waxaan o dhan u keentay oo ku kalliftay inay markaa baddaa jiidhaan oo markaa ay leeyihiin caqligaa ay ku saboodayaan inuu yahay isagu kii ay naqliga ku garteen saa laajigeed markaa isagaa maroba mudan marka waxay leeyihiin idaa caarada annasu alcaqla imaa daciifun waimaa yajibu taawiilahu xataa yatafiqa maca alcaql waar nasku aayadda iyo xadiidka ijmaacayo hadday khilaafaan caqligaaga ama waa mid daciifa waa iskaga tegaysaa macnaha ama waad duwaysaayo waxaad u duwaysaa qaabuu caqligaaga ula imanayo caqligaaad uga keenayso un caqligubaad waafajinaysa وأجمع الأشاعرة على اعتماد الأدلة العقلية في المسائل العقدية واعتبروها أدلة قطعية في حين هونوا من الاعتماد على أدلة السمعية الكتاب والسنة والإجماع لأنها أدلة ظنية بين هذه وحي كجمع سين أشاعرته إن لو عسكره مسائش كصاب سن عقيدة ده إن لو عسكره عقلك وحبه دو عقيدة هي عقلك يبانك هذا لك أصلاً halkaaad ka dhaalaanaysaa waxay markaa ka soo qaadeen cuquusha daliil dhab ah oo hubaala oo aan shakiba lahayn waxay yidhaahdeen cuskadka la cuskanayo adiladii markaa naqliga ahayd ee kitaabkii sunnaha ahayd waxay yidhaahdeen waa adila dhanniya waa daliilo mala xoog badan unbay kutunaysaa kanna mala xoog badan buu kutunaya de kana daliil qadciya kana hormarsan buu leeyahy وأكثرهم لا يفرق بين القرآن والسنة ولا بين السنة المتواترة والآحاد بل ولا الإجماع كذلك يعني بدن كودو ما كلا فرقنا يان قرآنك قرآنك ودل الظنية سنة دو تيدا متواتر كي ودل الظنية تيدا متواتر كاين ودل الظنية إجماع ودل الظنية ما حد دليل قطعية الله هو الله سوى الله ينكر عقلية ساسي أمسين waxaa kaloo jira fakulluhum cindahum adila dhanniya fakullahaa dheh yacnii saddexdaasi cindahum agtooda wuxuu ahaaday adila dhanniya laa tufiidu lyaqiin ma faa'idaynaysa yaqiin dhab ah oo runa oo qalbigu ku qaboobayo ma faa'idaynaya kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacu caqligabal waxay dhahe laa yajuuzu rukuunu ilayha fi listidlaal yacnii ma bannaana in loo iisho oo la cuskado xagga daliishadka waa la daliishanayo loo cuskan maayabay leeyihin
بل ذهب السنوسي إلى أبعد من ذلك فقال في شرح أم البراهين جاءت سبحان الله أبو غلبي صلاة وقال لهذا سالاتيا قيل أن أصول الكفر ستة وحليلي أصلاد أصلاد قال لمده واللح بليل يقال لمده يقال أصول كفره واللح لح أصل والمقى لبيا وحوري كالحاد التمسك أصول التمسك في أصول العقائد بمجرد الظواهر الكتاب والسنة من غير عضها على البراهين العقلية والقواطع العشرية وحكم إذا وحيرها كفر أكتوله قبصتك الله قبصنا أصول عقيدة بمجرد الظواهر الكتاب والسنة كتاب كيسنة ظاهر كود وخلية ظاهر كتاب كيسنة وخلية هذا قبصته أصول كفر كمت من غير عرضها يظهر لو بندقين على براهين العقلية حجوين كعقلية يظهر لو بندقين يقوى القواطع الشرعية يوحيابها مركا شرعيهان أحق قواطع له بل يقول حليهين كفر وحق كفر قال لماء إنه وقفك الظاهر ككتاب كيسنها أصوش عقيدة كقاطو أو آنو بندقين حجوين كعقلية وعقلية أي مركور ميسانة إنه ميسان كروم حي الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الأمة يقول ميسان كودو والعقل وكوي وحيو كلويري سبحانه ما كان الله أبو غسل عشان يافر والتمسك في أصول العقائد بمجرد الظواهر الكتاب والسنة على غير بصيرة في العقل هو أصل الضلال الحشوية فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهد والجهد عملا بضواب ظاهر قوله تعالى على العرش استوى أأمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا آيات كاس آيات كي أمركا إنو عسكن شرني إيو عسكن شرني صفاتك أيي كارين قولي ردين يعني كالي أنا لحشوية كشغي أنا مركا هو أهل السنين وحيد هذين والتمسك في أصول العقائد قبصتك الله قبصنا أيو أصول عقائدك لو مركا عسكن أيو بمجرد الظواهر كتاب وسنة ظواهر ظاهر كتاب كسنة وخلي الله قبصنا أيو من غير بصيرة في العقل يضع وح قانا يا معرفة يا بصيرة أو عقل الله إن هو أصل الضلال الحشوي وأصلك أي كل من قل الحشوي ذلله من يسوع حليين إن وحي هذين إلهي بخلقه وشبهين إلهي ولنا أي كتر مامين مراسي شيء وحي يقو كل قمية ظاهر كهذا على العرش استوى إلهي عرشه كرية أن أيضا صي ظاهر كذا بيقاتل هل كي معنا صي هذا استوى لعور الله هين أيام حيدا ظاهر بس قاتينه استوى بيد هذا بيلي هو أهل السنة السلفيين تبي يستاش كشيعين وحيلين آمنتم في السماء يرسل عليكم حاصبة يعني ظاهر كيس قاتينه ما هو حكام النقطتين كي ينكسر رأيه يعني الله بالله سبحانه وتعالى وحيلين مركا ظاهر كيس قاتينه إلهي بصر رأيه بهالك إلهي شاهي كتر مامه وحيلين كسر رأيه يقوى شبر أما شبره يعطي شمبره هم لايد ما قروح وي ضبير قروح يسود هذه لمسة قروح وي شمبره يسود هذه كران وخلاص شعر هذا لواحد ظاهر كقبتين بيلين لما خلقت بيدي يعني محاد قوس جود ويدي بليس وكان الله بيدك عمادك عبوري ونحو ذلك يا آيات كلام ذا أي ظاهر كون يسكى قبتين بيلين كظاهر كأدلة كتاب كسرناها إن الله عسكان كرين أول الدليشان كرين وأدلة يقينية وقطعيان هين أي أمسي ما حد دليل يقيني ولا سكوها لين كرا عقلك عاق. تذكر عقوش هذا وقرن إنسان متفاوتوي. تذكر عقوش هذا سكبن ما. يجي لفتود. أنت صاق حاط بكرة نقول يعني أهل بدعو. ما حد عقل هذا سكو عقليين. حي مدو نو ودي نقوم وين أهل بدعو راي. أهل السنة مدو نقوم وين. بحوي عقوش. أنا ونروح عن آن السنة. قف كسو مبتدع. أما مشركة. إنه كعقل اللي يتو قف كسو قف كأهل السنة. إبنو الحمد لله بقي أورنجي كشف شباتك إن هذا المعني سوها والعامي من ال وحورنجيين والإن هذا المعني سوها يعني مد كم واحد كم ده عام ده نروح وكغال مغنى يا كن قوى كم ده تتكلم بدعم شيء إن وح كلويري آمدي تبز غاية المرام وحلي صحته بقول لي حيط طبات وحلي ولعل الخصم قد يتمسك ها هنا بظواهر الكتاب والسنة
وأقوال بعض الآئمة وهي بأصلها ظنية ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. وحلو ليه هاي حلقة يا بابا كوا مكا نرى معركان صحيصنا يا نصحينا وأهل السنة إنه هل كان مسألة وصوشة عقائد كأقل صدو ظواهر كتاب كي السنة هي علماء قار أقواشه وعلماء أئمة أهل السنة السلف كها وأقوال بعض أئمة وهي الأمان صدح راس وصدح ذي كتاب كي يصنع هي هي مركا أقواشة العلمي ظواهر كودو دمان ومحي وظنية وي ما لهم بيفايدين غالبا وح قطعي ويقين الفايدين ميسو ولا يسوق من محوري ولا يسوق استعمالها يعني ما مدعون تميوها بون ماها إلا استعمالها ببولي في المسائل القطعية مسائش قطعية عقائدك وما بيستعمالك ببولي كوا. فلهذا سألات يدبولي آثرنا الإعراض وحن الدور بدلي إنه كتير سنو عنها حقيقة كتاب كيس ونها ظواهر كيسي إن غواشا علماء السلف إنه كتير سنو بولي وحولي ولم نشغل الزمان بإيرادها كما أننا مشغولين وقتك إذا نكون أمر بسؤال رجل قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم كما أننا تاوي سكدين يقول لي حبا معنا معنا يعني أكتو حوين ما هبلي وإنه قد عقلك مخشغين يا وحين الليين نصوصة وحا الله بندق يا عقلك يقول صوينا ما لها نصوصة عقلك الله بندق يا حدنا عقلك لفتي سيلا نمو كوا متناقض ومر بميل ببوداني وحو عقلك لفتو حلين وحو عقلك وحنا مونات سنكره وحنا حماي سنكره ما أورنكره وحاس عقلك لو ما قرنكره وحن باوناكسن يا وحن باحن عقلك لو ما قرنكره شرعي قهرتي شرعي قهرتي أن إنا بانتو تهي وحن دتكو ييقاني ويقرني بانتو إنا هيد وحن دقا ما بدنا نعاسا ay dadku garanayeen inay wax xun ay yihiin dhaqmadaas sharciyigu marku yimina xumaan u buusi kordhi raayigu waxay leeyihiin aqliga in sharciyigu baa lagu garan kara shaygaas inuu wanaagsan yahay ama shaygaas uu xun yahay laakiin aqliga lagu ma garan karo aqliga ay lahayeen waxa loo bandhigayaa dilada oo isaga qadci wixiisu yahay oo isaga yaqiina hadana bareeg halkan waa waasiibey way siibeeno waxay ka dhigeen markay siibeen waxay ka dhigeen mid aan waxan barka ahayn halkan oo aqligi iimaan doonay la gurgurinay marka niman badan oo iyaga kamidii saalaajigeed ayaa tanaaqudka iyo qaar badan oo tanaaqudadkooda inay weyn sheegin markay ku wareereen ayay nahaayadii waxay ku dambeysay arinkooda inay toobad keenay muddo fara badan markay ka shaqeynayeen waxa markii dambeyn kutubti daadiyeen iyo toobad keenay bay ku ayay markay cad ay ku dambeysay arinkoodu taasina waxay tilmaamaysaa inuu shay qofku ka tagayo oo ka toobad keenayo oo iska bedelayo daciifnimada aqoonta saaxirada inaani waxba hayn waa shayga laga toobad keenay walaa saaxiraduna marka la isheelo la isradiyo waa nimanka ugu daciifsanayo qofka haduu mutanaaqid yahay wuu sahlayn inaan la qaban karo marka marba jeeniya waxaan la garanayaa aqoonta noocani inaan kitaab iyo sunnatoona laga dhaxlin oo manhajka salafka laga dhaxlin saasay markaan noqotay waxa marba qof man la galayo mana laga tagayo qof iyagu marka shubahay sameysteen shaytaan uu yiraahdeen shubahaas waxa weey anna bil aqli adrakna sihhat al naql waxa ilaa anagu aqligan baanu ku garanay naqliga inuu marka yahay saxeex iyo in kare oo inuu saxiix yahay baan ku garanay leen maayo inuu saxiix yahay baan ku inuu saxiix yahay baan ku garanay kaadi aqligu waa muday isaga la hormarinayo halkana oo ku jiraa aqligu waxna ma garan yani agtooda udgoonka iyo qarmuunku waa iskimid agtooda waayo udgoonku dama wanaagsana daaqlu waxa ma wanaagsan garay leey qarmuunku ma xuma daaqlu ila xuma xumaysan garay ma aqliga xoran karo waxba waxa sax xun marka waxa ay markayna iyaga mooydeesay hadana nimankaasi markay gaar yihiin xiraas gudri waxaanu qabaynaa mas'alad kale iyadana ka hadlayna sida kale waxa weeye inay nimanka ashaaciradu u qaybiyaan naqliga ahadiith rasuulka sallallahu alayhi wasallam ila ahad la yuhtaj bihi fi al-aqidati wa inma yuhtaj bihi fi as-salah wa at-tahara wa al-wudu wa al-hayd wa murtas an iyaga marka mutawatir waxay leeyihiin
عقيدته خبر الآحاد لو مدري شنكره وحيلين خبر الآحاد لو مدري شنكره ويسديه صراطيه مرها وحادو قاتاه قفكو قابكو ويسيسنيه سو قابا تقانا يقين سنتو رميسن تيماها سأسراده وتكونيسو سو من رميسن ومن يقين سنين يتالفت يذاب عقيدة وتعلقه بردي خبر الآحاد كلين وحلو مدري شيء عقيده هدنا حليس في قبل ودري شنيا صلاة بلو دري شنيا صلاة لفتيه وحلا آمين سيب الله صمين يا ذي رجال قال لفتيه ذي يجا متراقدينه صلاة دي ما وحنا آمين سنين بات صمين سا شيء آمين سنتي ينادي يقول سدا يلي أو سدا وليمي أياد صمين سا قال حبيت آمين سنتي كعما وحدو تاجي سا دي سنة بيقول عليه سا آمين سنتي إنه تاجي شري مرقى في قبل لفتيه سي وضوء جيو يسدوا بقى ووحلا آمين سي هاي لكن يقول السري مركا أمسي خبر الأحادنا إلا دليل شنكره علماء أهل السنة سلفين واسكوا فخصيين وحاكم إذا الحديث كي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا دليل شنكره ولا خبر الأحاد أصول عقيدك عقيدة ذا نبي عليه السلام معاذ من جبر حدر يمن وحانوا يقولوا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله إلى الله مركا ديوات وحيدك وأصل الدين وأصل الدين وي خبر الأحاد وهو حجة عند أهل السنة يقولوا حيلين عنك كائن خلاف سين بكون مغنس مسألتك ليضنا مسألتك لو حوي قرآنك كريمك أي نوع شاعر ذلك تدبر وحوي هي يوحي كائن سين ينات الإمام دونه لم يختلف الأشاعرة في إثبات إتصاف الله بالكلام وأنه صفة من صفاته غير مخلوق خلاف للجهمية والمعتزلة القائلين بأنه مخلوق أن غير أن المذهب الأشعري ينفرد دون سائر المذاهب بإثبات كلام سموه بكلام نفسي وحقيقته غامضة تؤول في النهاية إلى عدم الإثبات يعني هل كان وحوي قراء أشاعرة وحي آمسيهن إلهي سبحانه وتعالى إنه كسف يسين وحض له مركا أقفك أهل السنة وفرحية ولا إلهي وحض له وأنه ممكن وأهل السنة هذا مركا هذا الكيو ومجبر هذا البيت السين هذا هو مركا تفصيل كل شيء ما هذا الكون النوعي هذا السياب أمسين تين له هذا وحي مرك الله يمني أهرين كله أي شيء قدون وكون كني باين إلى هاي نوشة غي النبي محمد عليه السلام ومركات المامي أنا هين بلا يمني أن وحوي وحي ليه كلام كإلهي سبحانه وتعالى وكلام النفسي يعني وحي ليه إلهي أن لما مقليه هذا الكيس هذا الصور دافية أو لغا مقليه أو عود له أو حرف له أو صوت له ماها وهذا الإلهي ذا تديس كسوان وقرة كاسا هذا اللي أنا أكتير يعني إما كا أنا مكوان هذا اللي أكتود وحبان أسكالها هالكنا وانا هذا اللي أكتود وانا هذا اللي ساسي أمسين ما كان نفطي ذا وحي أن إسكائلي النفط هذا كسر دعيه مركا خلدي جاي مركا كوري جاي وهذا الأكتود مركا قرآن كل شيء جاي بعيد هذا المعنى وهذا الكيله واقع أن وحوي أن هذا الكارين كنوع عاصة هذا الكيله إن كلام النفسي هنا عدي وجوه رئيسي سود رئيسي أن عدي بوجوريني وحوي مركا نيك اللي غير من كلاب وعبد الله مسعود وكلاب ويه نينكا سوا نينكا عقيدي سوي لفتيدي الشيخ لو يغنى مركا أبو النصر السجسين وردي مثل هذا رسالة لو يغنى رسالة وقرأ مركا قول أهل الزبيد وقرأ يكون ردي أدلنا نوية الماما يسا إنه إلهي سبحانه وتعالى حضل وكلم الله موسى تكليما يعني إلهي سبحانه وتعالى وحشي إنه الله حضل موسى لحضل ويقول إلى هاي الشيء سبحانه وتعالى ويري أن آدم يحواء إلى وحده وناداهما ربهما يعني وحش الشيء إلى هاي سبحانه وتعالى إنه الدواقي يعني الدواق وحوية وعض مركا الله مقليه عض كنا حروف يبو يرني مركا عض عض كنا حروف يلي ما لي حروف يعني إلى هاي ودواقي دواق وقرص دواق دواء أذكر له قاضي أمرك حروف له الله مغليه ينوح إليهن مي إلهي سبحانه وتعالى هذا الكنو آنيننا أنوصغينا أنوامسنهي وكلام قائم بنفسه
كلام النفس بل لو يقى نبي لذي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام إن أنا هذا كان نفطي خلدي يكون إيجي وح براءة إيا وحتي قليل الله وحيولي وحوري إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قتادة وحوله قال تابعي إذا طلق في نفسه فليس بشيء أخرجه البخاري وحوله نبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي وحوله في أمة ديسة كي أي نفت يضع وشا كيسي كي نفت وشا كيسي هو قوس قلبي يكلا يضعي ما لم تعمل أو تتكلم أو تتكلم يعني مرها داني كعمل فلن أو إحياء هكذا نسكال هيد آني السمين نين كاسودل ليتنقل بالعالم وحاعم ليتنقل أن أما آني مركا كوهد أو كتراب وحولي لها وغلاف وحاكو صور دعية قلب قاقة مرها داني كعمل فلن مرها داني كل واقعين إلها وغلافه سبحانه وتعالى إينا كإلهي من معفوه كالدقي أي لي وهضل ومركا أي غنى قد هذا وحلي هاي نينكو هدو سو سكفر يا هوس كيل هذا كبر يا ضوافر حق هوس كلي كساس كيل وحلي وحلي حما حما فرين فرين ما مدين إلا وكرة واقع ولا وفرنس أن قال الشاعر هذا الكيل هو آنين يا وحلي أن الله موصوف بكلام قديم أزلي يعني وحلي إلى هاي وح كت المامي وكسف يسي هاي هذا الهري أو هراء أو فجاء أو معنى أزل هراء أو كهضي هذا مربى إلى هاي حسب الوقائع هذا المربى إلى هاي كسو عجز كي منيا متشو يعني وح ليهين إلى هاي وهراء هراء أي وح نبي موسى كله علي نبي موسى كله عليه السلام يسوع النبي موسى برد لينه تشينه الله بأمرن أي لا غيري فخل عن عليك هذا موسى ببتشلو وحيلين النبي نوح عن تشين بواه هرب بره هرب وسير لاي إن أرسلنا نوح إلى قومي هذا نوح ببتشلو وحيلين مركا قزوة بدر دعوه كده عيسي إلى هاي وكسي وربي سبره هرب هرب يدون شيء قزوة هني لو كريمه من يعني وحي ليه مركا الى وحروا انغي وحلول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه انغو ان جيرنبا امه محمد باتيس دنيا عربتو جيرين ايو ازل فوره هره فق فق ايو ليلهي مركا سوبو حدلي بس مركا ان ايمانكا انغو 10 سنه كديب داد ايمان دونا ان ان غران مكو غراسا ييلا ما انغا دي اوغبا ان ايمان دونا كاي ابو المعالي الجويني كتاب الارشاد وحابو ليه ان هرد الرازي امدي وحبلي القران هو مخلوق بينه ان وحولي ذهب اهل الحق يغسكوده الى اثبات الكلام الى اثبات الكلام القائم الى اثبات الكلام القائم بالنفس وهو الفكر وفكرك الذي كاسو يدور كوريغيا في الخلد كوري قف حبودكيسه لابتيسه وتدل عليه اي كنتسريسو العبارة ويدو تارة المركة غار وما كيبا قسنة المركة غار يصطلح عليه ذاتك ويكوه شيئا من الإشارات وإشاراتك ونحو ذلك يقول منك وكهذا الكويلي وهو أمو عينك الله ليها ذاتك مركة أن مقررين سأل الله ليها مرتي أن هذا لك هذين وتسألي له وحليني هذا لك أمو وكاء وصوك لي يوحك تشير الله أسعد لي هميلي نمنك هذا بالعقل قال لي مادين أن مركا أن أهل السنة الإصفهاني كتاب الحجة وحليه هاي جد الله بعض سبحانه بقول سلاش إن يكون حولي أجمع المسلمون أن القرآن كلام الله كأهل السنة وخواصه آيات كقرآن ك أي راعيان أو أي آمينيان أو مركا سدا أن أي عقيدة سنيان بس أي شو العقيدة مسألة ذكره ما له فاضني وحويه يا مسألة الصناعة خلو أفعال الله عن الحكمة والمصالح عند الأشاعرة وحيلين إلى هاي فرار كانوا صميمين تضبو أبورة ناربو سمي روبو شبيا قاربو دليا تضبو نولنيا وح مصلحة يا وح حكمة يا وح كذا منك مجد حمل إما كذي هذا مراد وح حكمة بليه من يدعونه يقول إلهي وحيلين فعل هذا إلى هاي
waxbuu abuuray waxbuu arsaaqay waxbuu nooleeyay saas oo kale wax xikmada wax maslaxada wax ujeedaa midna male waa iska uun waxay yidhahdeen wuxuu uu samaynaya wuu doortay ikhtiyaar saasun buu doortay marka waxay yidhahdeen wuxuu yidhi al-aamidi fii ghaayati al-maram wuxuu yidhi 1906 madhhab ahli al-haq iyagay sheegaya أن الباري إلهي تعالى يسجد عرشك سريه خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاد إليه ولا لمقصود أوجب الفعل بل خلق وأن لا خلق له جائزان وهما بالنسبة إليه سيان حليين أن إلهي سبحانه وتعالى خلق عالم كرنا أنت اللي جوا أبو ري إلهي سبحانه وتعالى وترسيه وح قايا يوح وتشداء ووسمي يوح حكمة وأبوك وأبو ري مركا لغة تشداء ما تشوف إن أنا وين نقل برينا مركا برينا برنا وبتكينا يرير إن أنا لماذا خلق الله الخلق أي لهدان لأجل العبادة أو أن يودني سنه قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوم ركا وح إلضة يوح أسباب منا مؤقرة إلضة هي أسباب كي يمر عليك للمصور مره إلهين سبحانه وتعالى قرآن كحوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني إلهي سبحانه وتعالى وحت الماما إياه يعني وحليه ما وح أم رئيسان إننا إيدين أبورني وحكربا ما هي إننا دين أبورني يعني عيار عابثين إيه إننا لين حسابين أو لين عقابين أو حلين أمرين أو حلين كريبين سوح ولا أخرى ما يصير قل ما أدرس مركا يجو وحي آمسين عينك وحي ليهين أفعاش إلهي سبحانه وتعالى حقي سك إمانيا وبلا حكمة بالإله بدي كداري qofka qof waxa lagu leeyahay baan xamileeyay ilaahay waxa lagu leeyahay ka waran waxa soo roon qarsoonino aqaaid ka asaacirada iyana waxa weeye caamaduna ma taqaan iminka caamada ahlus sunnah yar yar kooda marka uu isaa ina allah saasay markii waranaya ina allah farta wa taakid fi samaana wa afku kulli hadithul jariya waydiga garanaya iyaga miya caamadoodu xitaa waxani aamseen ma garanaya waajibiyan aqeedadu aamadana qaar bay u sameeyaan iyana qaar bay leeyeen gaar marka nimankaas waa halka waxa jirta mas'alada lixaad iyadana waxa weeye kal macna kalimatu tawhid la ilaha illallah macnaheedu inaga waxa weeye la macbuda bihaqin illallah oo macnaha tilmaamaysa yaani ibaada xaq leh ama ahad illa aabudu mudani ma jiro ilaahay mooye ibaada dhamaanteed أحد كلو كوبيا لو موسى يا لو غاريليا والله جل وعلا عدكله وحق لما شفته يقول وحي لين لا قادر على الاختراع وحل لو جته مد وحابور كلام جره ده ترى محيو عليين معني كلمه التوحيد ربوبيه دي بيدبو عليه رجاء الوهيه ما مجرته ان وحويه مرا وقتي وابط ان مساله التضابط waxaa weeyadan aanu tilmaamayna mas'alad kale saas waxa weeye aaymadii afarta ahaa ee Abu Hanifa iyo Malik iyo Shafi'i iyo Ahmed mid qura oo asaaciid ku jira hal mid ma waxa kale oo jira quraa'di 10adi ama 7adi quraa'di quraan qiroyinka quraanka mid qura oo iyagii ku jira xilligi saxaabadana deewaa la ogsoon yahay mu'taqadki xilligi taabiinta wala garanay يعني وايد ضباء كتب يشروح يهبل بان جمد يهبل بان جمد يوحنا لصو صاره وقته أبو موسى الأشعري آنو إمام با تذكر مياني هين معتقد في السلف كنت أغني وربا بحن كاني كرل هاي ما كوانا كسو ترقليني من حلقي تابعين تا إلا ما انتا يمتشونه أو إرقاء السلف الصالح ومسلسل الصح مر والبع لماذا يسيقي أو مر والبع نسيق للحلي يقتودوا لكن وطال صوح بقادي دوان ان سوكره ائمه التفسير امام التفسير الذي طرب الطبري توني سلفي سوكره سمعاني ابن كثير غيرهم وحكروا كمده اباطيش اشاعره
حق معتقد كوساب صني أن قدرة العبد لا تأثير لها على الفعل وحي أمسيين أود يقدر أبوقفكم أما أضونكم إن أنا وحرارك رهي وحو الصمين أيوه ورنا وين قوصة المامني يعني وحنا كعيات كعضي ويسدى دي فعل هذا راس أود هذا كمت تعلقان أود هذا ووح كبحصن إلهي سبحانه وتعالى أياك وضع كان وجبر يدي يقولون الفعل واقع بقدرة الله لا بقدرة العبد وهو قول الجمهور الأشاعرة فحكى سنوسي في شرح الوسط الوسطى صفحة 1500 وشرح من إبراهيم صفحة 2500 وشرح الكبرى بقول يستدي أفرطن هي مركة لمن كانوا وحي شيئين وحي الآن الإجماع على كفر من اعتقد تأثير الأشياء بطبعها وبدعية من اعتقد تأثير الأسباب بقوة أودعها الله فيها وأنه اختلف في الكفر الأخير وهذا قول أبو الحسن وأكثر أتباعه كالقاضي أبي بكر البغلاني وابن فورك يومك مركا سنوسي رجال مركا وحا إليه قفك رمية آمنة إن مركا وحيابه إلهي سبحانه وتعالى أود وقليي أي وحكو الرادين أيان وحوي روح مركا أما قود إلهي وذي عدقي إنه وحيابه أي وحكو الرادين أيان وحال الله يسكو خلافي قال لمديسة هي مركا بدعني مديسة بالكور وحي ليهن فعل الضونك وحوي و إلهي با سبحانه وتعالى أودي سكوة إلهي با أودي سكوة أو إلهي سبحانه وتعالى أيا أرانيا كع مخصو كعيا صعو مخصو صعونيا سيار كانوا عبي يقات وحنو عنيا وحلي إلهي وأود إلهي يقدر حق إلهي كتب إلهي با أودا وإلهي با سبحانه وتعالى وحن فعل مركا حقي سوكي مركا فعل إلهي هو يما فعل أضوامبا خوفك هو يسكى صور وحلم دي هايون بال 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 إمانك كلا لادي ميل هو كبباني سوكي كحر بال الشمبريت مي يستاقي كرايا صبر بقبونا يساود لنا ساسو كلوي وحوهي خوفك عسان كيسي مدو كيسي ميو دراولين كرا ميو ببدري كرا وساسو كي ساو حاسي مركا كرياني عندي لو نمكو عقلانين تاسي aan waqti kale oo badii laba mas'alo kale baan ku soo xatimno labada mas'alo waxa weeye mas'aladu ku saabsan culuuga ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay sareeyo bala sha'iradu waxa ka amsiin fa taqulu sha'iradu kal juwayni wa ghayri man athbata lillahi uluwan fa huwa kafir wa abu al-hasan athbataha wa atba'uhu yunkirunaha xulay juwayni qofka usuga ilaahay sareeyin wa gaab أبو حسن الأشعري لفتيسه وصوي علوي له وصوي لكن أتباع ديس وكونوا واديديا وخلاف ضيان هذانا إمام كيجين هو يبلي وأنا بدعين يان أما قاريسين يان روح الصغة بحان إليه إلهي سبحانه وتعالى ميول بوجه أن الله في كل مكان واتيدي ودي أشياء نورنشرين مركي هوري ضدكي هوري عامد وقتك هوري حورنشرين ميل والبواء هل كان هو اللي يتناعي يدي معناها إن مخلوقات كلها يكون فيه وكاي aan niman suudaan baan bari la shaqeyn jiray marka waxa aan xasuustaa markay hadlaan waxa oran jiray yaa xii allah daa arfnaa bil aql marka amseen marka aan waxan ku oran jiray aniga ma aanu kitabka soo noo garanay waxa noo jiray de qofku inay markan waxan iska la yimaadaan markii aqeedaha saacada arkay marka inay show ilaahay baa aq ilaahay aqliga lagu garta aqeedo jirta oo saaciradu ay u abtirsan ay tahay yaa xii allah daa arfnaa bil aql ilaahay anuu aqliga anuu koogaa nabiga uu jiray marka nimankani waa nooca waxaan ku soo qatimeynaa waxaan iska soo qatimeynaa mas'alada ku saabsan aragtida Ilaahay arkay subhanahu wa ta'ala ashaa'iradu waxay aaminsiin in Ilaahay subhanahu wa ta'ala la arkay marka saaniga aan sunnaha calaamada salaf saalix ku suwanay oo maqlo oo farxaya iga waynaga inii hadhow marka runta la isula daadago ayuu wax gala imanaya magacuun baynu ka wadaagnaa iyo marka ijmaalka guud ee laakiin tafsiirka iyo markaasi bay kala adeeyeen
ويحوي يثبتونها لكن ينفون الجهة أو أن تكون مقابلة. أبو الحسن الأشعري لفتيسو وآمسنا وسجيي إلهي سبحانه وتعالى أركي يقول عليه إلهي آخر ولا أركي ها لكن جهل قلت المامي كرو حقا سوحي قال الله أركي يا مجرد إلهي هو الأركي لكن ميل الله نميل وحي قلت له أما حقا أما حقا لنع لنع قلت المامي كرا مجرد لكن هو الأركي هذا باب الكور هذا يعني مو هذا نقول إن هذا إن إلهي لا باركين واي تهمر إنه وحي له جهة العلو إلهي سبحانه وتعالى والله أركي يا إلهي سبحانه وتعالى سوينا قصر رئيس سوينا قصر رئيس أرقنا رول بلقى كوبي مايو وصدي وحيي لأرك جسي رول بقباهي ما أرقاقه إلهي هو كوي هاي وكعظيم سي هاي يقول لكن ماي أركا هالك أنا وحي الله لو وحي كأم سيين مجتود وحي نوع إن شاء الله تعالى اختيك لي مرة كلمة إن شاء الله كريم دونا أن هين لما مسألة إن شاء الله تعالى سي كسوعلي لها مرة بعد مسألة ذو حوية نمان كاس ماذا بكو أضبو فافا وحانو كو فافا ووحيابها إريضا إمان كأينو الشيقني أي كوريان إلهي والا أركيا إلهي هو هضلا مرة أرتني ما هل السنوع عادي أدو ديسا لكن ملك الله سيبا الله أركا سيبا هو هضلا ومورها الله الشيقو أي مكام هرك لأيونا كل آديا ثاني عدي ديو يدين ميسو أرين كان لو حوية isqarin ta saysu qarnayaan waxa kale oo kamid ayagana in aqaaidkooda waxa ku qoran hadalla aan qofka caadiga carabdi qana fahmi karin jaha ajsam hudus ard jawahir wa umur falsafahu qofku ku wariyo iyo tar waxan isuu fahmo waxan aad moodo waxan leeyahay in ay magaranaysa sayniska iyo waxa dadku maartay in u baahan yihiin in aad loo fiiro waxa mooyaan wax suuuba ah oo falsafad iyo cilmi kalaam loo aaneynayo weeyo wuxuu marka waligaaba la garmaa marku maanta in jaha iyo ard iyo in waxa ku sheekeyo waa wax adag oo qofku marka ayagu isku qarayaan iyagu ma marka fahmayo marka waxaan leeyahay in wadankeena imika inuu joogno ee burca in dadka kooxaha aqoonta aaminsan kooxaha inala jooga afar baa inta laba kamid kooxaha dawladkeena joogay aqoonta aaminsan saarada in kooxuhu waxay leeyihiin in qaab ah inuu aqoonta suno ay meel ahaan karto in furuucdi suno meel kale ahaan karto in wali adu doono ku dari karo waa qof saddex gobol oo isku jira aqoonta waa ashcari fiqiga waa aan kan waa sidan waana qof qura marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala halkaas ay ku soo gabagabeynayna ilaahay waxaan ka baryay mannaanka badii'u samawaati wal ard dhal jalaal wal ikraam al hayy al qayyum sa qadiru ala dhalika ilaahay roob khair qabay ilaahay noosho ilaahay waxaan ku baryay raxmad khair qabto ballaaran oo cudur bay ilaahay meeshii ugu geeyo oo dhib iyo dhibaato toona lahayn ilaahay arrahmaan ka azza wa jal ilaahay noosho ilaahay waxaan ka baryayna abaar jabi أبارك بي إلهي ونصر سبحانه وتعالى إلهي وحن كبرينا تذكوا يا رب وستين رحمانك عز وجل من إلهي سبحانه وتعالى وكفرحي وقف وليبا كغمم صوته وبشبش يبرواقع إلهي رحمانك ينوجه وشبه وإلهي بيدامس إلهي نقصه فرطه وأبارك نقصه فرطه وصلوا على نبينا محمد وعلى أصحابه جميعا.